شهر شارف على الاكتمال يشبه ذلك الذي سبق ثورة 1979، لكن الطابع لهذه الاحتجاجات خاص ومميز. نظام فقد شرعيته أمام جيل جديد، فاحتجاجات اليوم على عكس سابقاتها يقودها شباب إيراني دون سن 25. السعي للتحرر من القيود فرضها نظام يسعى لفرض هويته بالقوة على حياتهم اليومية، ولذلك خرجوا اليوم. قال المرشد علي خامنئي إن أحدا لن ينجح باقتلاع جذور الجمهورية الإسلامية، لكن الشعار شعار الموت للديكتاتور يرفعه المحتجون في انتفاضة لم تقتصر على جنس أو عرقية أو تيار، رغم محاولة حصرها بالمكون الكردي لتخرج مقابلها مظاهرات تأييد للنظام. واللافت فيها كان توظيف صورة قاسم سليماني هنا كما نشاهد، وصور الرموز أيضا الخميني، لكن الشباب لم يكترث وأحرق صورهما. جيل الألفية لا يكترث بقدسية رموز رسمها النظام، حرق الصور للأحياء منهم وأيضا للأموات.